واش انا نتزوج مو لا دابا الفكره ديال الزوج ما بقاتش في بالي. لا حيد الزوجه كلي ما نبغيش لك عطيني معاهم هكا كيهضروا معايا واجدين وبغاو دارهم وما عندي ما ندير بهم دابا. علاش انا قلت لها بسم الله تكون بسم الله مستعداش الجواب. السلام عليكم الحباب ديالنا، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ الله يحفظكم وينجيكم. ايوا سيادنا كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ موجدين سيدنا رمضان؟ ايوا الله يبلغوا بالصحيحه والسلامه لنا ولكم وجميع المسلمين كافه اجمعين، واللي في نيته شي حاجه يقضيها له الله. ايوا انا ولا لا جميله كما قلت لكم شحال هذه، قلت لكم نتي قريب سيدنا رمضان كل نهار تنخرج انا وياها، منو نفوجو انا وياها، منو نقصو شي حويجه من راك تتعرفو سيدنا رمضان تيخصو بزاف الحويجات الواحد يكونوا موفرين عنده. الحاجه اللي ما عندناش ناخدوها، شويه القطنيه، شويه العسيله، الفرماج، الزبيده، الروز، مسائل كلها. ايوا كل واحد على قد جهده. معلوم آه، اللي ماخذ 5 كيلو ياخذ 3، اللي ماخذ 3 ياخذ كيلو، المهم شويه شويه من الحاجه بعد كلها على قد جهده. الحمد لله، اللهم لك الحمد. العسيله كان صوب راسي. ايوا وريتي لهم العسيله كيفاش في الفيديو كيف تصوب. اي حيت قلتي لهم العسيله، قلت لك العسيله كان صوب راسي. زعما ماشي لي للناس كاملين. للناس هي معقوله. ايوا هي هذيك ملي ضينا الصباح شويه مشينا مع تا سفيان تقضى شي حويجات ليلو. ايوا جانا الصخفه عينا. ايوا قلت لها عرفتي شنو ديري لالا جميله؟ يالله انت ما بغيتك جيتي عند البارح من الصفر تمشي الحمد لله نتغداو في شي بلايصه. انا سبق لي شحال هادي مشيت انا وساره وحمزه داوني لواحد ريستورون ديال الدجاج محمر على الفخر. ايوا بقات اللده ديالي بين سناني، قلت سفيان اجي غادي نديك لواحد البلايصه تعجبك، وفعلا عجباتهم بزاف. عجبتهم تبارك الله عليهم تاهم والله العظيم. هي داك الشيء غزال ديالهم. ايوا شهر مبارك سعيد يدخل بالصحيحة والسلامة وباش ما تمنيتيو. أمين يا رب العالمين. الله يخلي لكم اللي عندكم، الله يحفظكم بحفظ الله جميع. ودابا أنا في القهوة ملي تغدينا ضغط فيا لا جميلة قالت لي أجي، وبزاف لي فان ديالنا تنشوف لي كومونتير تيقولوا لك ديروا لنا شي مقلب فائزة، تدير المقلب لسارة، تدير المقلب لسفيان، بغينا حتى هي إن شاء الله الرحمن الرحيم نديروا فيها شي حويجة نضحكوا شوية ونفوجوا عليكم حتى أنتم عاوتاني. إيوا هي طيحت عليا الفكرة لا جميلة، قالت لي علاش ما نقولوا لهمش بأن واحد الصديق ديالي الحاج عبد الرحمن راه تيعرفوه الوليدات يعرفوا كل شيء، عنده واحد الوليد عاد تخرج، غادي نقولوا له بانه كان الحاج عبد الرحمن غادي وشافنا هو ومراته وليده وجلس معنا، بقينا تنبسطوا ونهضروا ونتفكروا الايام وكل شيء، حتى قال لي شوف ما نكذبش عليك راه المعزه ديالك فائزه راه الولد ديالي تيموت عليها، ومني تيشوف لي فيديو ديالها تيبقى هي تيعولهم، ودابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نجيو طالبين راغبين في بنتكم فائزه ان شاء الله. هادشي دابا اللي هادشي غنقولوا لها هي، حنا غادي نقولوا لها نقولوا لها ودي هاش كاين فلان فلاني جا وداكشي، ولكن شنو هو اللي غادي نبين انا ولا جميله؟ نبينوا ان داك الناس داك الاب والام اللي هما تيسيطروا على على البنت ديالهم باش زعما تزوج. غنبينوا راسنا بانه بزمننا غادي تزوج بزمننا، وحنايا غادي نديروا لها يعني الا قالت شي حاجه حنا غادي نقولوا العكس ديالها، حنا بغيناك تزوج، حنا باغاك عليك من الكلاس، دويرتك، مستقبلك، بحدك صغيره، دير الوليدات كذا وكذا، وحنا نشوفوا. وحنا سمحوا لنا حنا ماشي ديال هذا الشيء. احنا البنيت ديالنا من فوق والله العظيم والنبي الكريم. شوف شوف هالوليدات ديالنا قلدوهم سواء في لي كومونتير يجاوبوكم ولا شي حاجه، والله العظيم تيستشروا معايا انا وماماهم، ولكني مني تنشوفوا بان واحد فيهم بنيته او لا وليد شاف داك البنيته وبغاها ما تنوقفوش في الطريق ديالهم ابدا. والله سبحانه وتعالى جعلنا الخير فيهم، اللهم لك الحمد. لا يكونوا الحمد لله بنات يقدروا الزواج ديالهم. لا مرات بدر ولا مرات اشرف ولدي،
بنات الناس، بنات الحمد عائله لله. لهم الله يحفظهم، الله يحفظهم ويحفظ جميع المسلمين، والاحترام والادب والحمد لله، ودايرهم بحالهم بحال صايره وبحال فائزه. أيه. ربي شاهد. أيه. وبالنسبه لعاوتاني لبنيتها هو دا حمزتها، والله يهدي عليه. أيه. كانه واحد من وليداتي، والله يحفظكم. طولنا عليكم المقدمه، سمحوا لنا، ولكن البقيه احسن من الاول ان شاء الله. ايوا وليداتنا الحمد لله تيديروا دويراتهم وتيديروا مستقبلهم، وحتى يقولوا بسم الله في الزواج. الله يحفظهم، الله يحفظهم، الله يرضى عليهم. يلا تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. وادعوا معنا نعرفوا كيفاش نديروا الفائده هذا المقلب ويطلع لنا. دابا انا اللي عندي مهم هو انك ملي تدخل حاول كيفاش جاها، اما الكوجينه ولا البيت النعاس عندك ولا شي حاجه، باش نعرف كيفاش نبلاصي التليفون ما تقشعش. صافي ان شاء الله. صافي يلا تبارك الله عليكم. يلا تبارك الله عليكم. باي باي، الله يحفظكم. The Bluetooth is ready to pair. Is that? بنتي فيزا فيزا كاينه ماي جدتك فيزا فيزا شو سكيت تكمل حل فكون فيزا 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 نوض انا جبت لك واحد الحويزه مزيونه نوض نوض فيزا 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 بنتي شاكوكا ديالي فيزا نوض مالهاش مالهاش شي حاجه وعرفتي شحال الساعه هادي نوض بنتي نوض نوض لا باش تنعس بالليل نوض بنتي نوض نوض الله يهدي عليك نوض اه فيها الجوع اه ويلي ويلي اول كلمه الجوع فيها الجوع السلام عليكم بعدا بوس بابا بوس ماما وعد الله يهدي عليك اول كلمه فيها الجوع اه اه بخير الحمد لله الله يرضى عليك عرفتي الدروج الكوني الله تاه الكوني ايوا دابا والحمد لله زعما ما تفحش ها تعطل ويلي تعطلنا قال لك الغايب حجته معايا يا حبيبه تنسى في الحوايج شرا حويجات بصحته وراحته زيرني الحويجات بصحته ايوا مشينا تغدينا واحد سالينا هذا لنا شغلك فينا جبتوا لي شي حاجه هو انا غادي ننساك جبتوا لي شي حاجه ها. الله والله الا واحد القديسه واحد العشيه غزاله 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 اه سلامتك بين انا وماما تغدينا بنات كبيره و ياه لقيت واحد صافي رجعت ناس ايوا يا حتولا كليتي شي حويجه؟ والله ما واكل شي حاجه حويجه الله يلعن ايوا انا جبت لك اللي تغدينا جبنا لك منه جبت لك عرفتي جبت لك البولي غري على الفخر الله ها؟ فخر صح كيعجبك؟
جبت لك غبيه تتبغيتي السدريات غبيه كنت عارفه كبستر ابيضي وقلت لك جميله شنو لا انا خديت لها نص جيشه هاي باهي بقاو ضحكوا معايا خذ بنيتي بغيتي تصدي خذ بغيتي تفخي بصحتك يعطيكم الخير هو ما واكلاش مسكينه الله يواكلش هذا ماشي حل جبنا لها نصيص ديال الدجاجه تاعي كبيره عيطت خالتي صح بوحدو شكون خالتك خالتي كتعيط ليا كسولات فيك مسكينه خالتي حوريه حوريه ايوا لاباس عليها بخير وليداتها لاباس كلشي بخير الله يلاه بخير ايوا الحمد لله مسكينه حتى هي كانت عيانه الله يشافيها الله يشافيها الله يشافي كل مريض امين يا ربي لما تشافي بعد الدخول ديال سيدنا رمضان وهاد الشهر ديال شعبان يا ربي لما شافي كل مريض يا ربي اللي في امنيته شي حاجه مزيونه الله ياتيه بها امين الله يحقق له ويشافي دارنا ويتسرح لي حقك انا باقي دابا وانا ربي تعاوني يا ربي تعاوني حتى انا على هاد الدخل الحمد لله كي جيتكم لا برافو تبارك الله عليك حتى اليوم ما درتش رجوله لا تبارك الله عليك والله حتى تبارك الله رجوله ما كايناش لا لا صافي صافي تيفون ايوا انا عاد وليت تنشم الريحه كنت الروايح تنديرهم في حوايجي والله ما تنشمهم دابا تبارك الله الروايح تتشمها بنادم تتسلم عليه تيقول لا اخ ولا هذا والله تفرح انا بزاف حق ربي العظيم والعاجب في الامر دابا كنت تشوفني القاعده ديالي تنوض مع داك 12 ولا 11 ولا 10 فوق ما نط خصني ما يهداني البال حتى نمشي للقهوه نشرب قهوه ونكمل وي دابا الحمد لله دابا ما عندي باش نخرج ولا ندخل بخير ما عندناش ما عندناش هذا كي تيهلك الصدر وكيهلك وتيجي المرض والمصيبه الله يعفو على كل مسلم الله يعفو على كل مسلم الموت مقدر على كل واحد لكل لا لكل واحد واحد الاجل ما قلت لك انا اما الاجل هي بعدا هي بعدا كيف ما كان الواحد هذا الشيء اللي بقى في العمر الواحد يعيشوا شويه مرتاح دابا انت تشوف تطلع في الدوز ديالك دابا شحال هادي 12 يوم باش حيدتو ايه يا قبل من 25 فاش جات اللقاح بنهار قبل من اللقاح حيدتو دابا اليوم ها هي هادي تقريبا 12 يوم والله العظيم اذا كاين واحد الفرق ما بين طلع في الدوز اللي ملي كنت تنكميو دابا الحمد لله تبارك الله لا طلعت هادي ما تبقاش لهاديك الليل ما كاينش جاك الليل ما تبقاش وحاس براسي شويه الحمد لله والله يزيد فرحتك حاجه بغيت نسولك عليها وانت المقلده ما تكذبش واش الشخير اللي تقول لي تنشخر ملي تنكون ناعس واش باقي نفس الشخير ولا شنو؟ لا والله ما بقيتي كتشخر بعدا اصلا ويلي والله ما دابا ملي كتكون متعوب كتشخر ولكن ملي كتكون مرتاح ما متعوب زعما ملي حيدتو تم الكارو ما بقيتش انا كنسمعك كتشخر سبحان الله العظيم والله الا الحمد لله ايوا بنتي ويلي 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 سلامتك واحد القديسه عرفتي تعقل على الصديق ديالي الحاج عبد الرحمن عبد الرحمن راجل نعيمة عقلتي عليها معاه كنا جالسين هاد العشية ويلي واحد الوليد ديالو تبارك الله تخرج عرفتي بغاو يحماقو يحماقو تيعنقو تعنق الجميلة كتير بن سليمان صديق ديالو صح لا ويلي ما تتعمق ماك وتهذا وتقول لي توحشتك شوف قالت قلت له اللقاء مقدر زعما الصراحه ما بقيتش نعرف ولا فين كاين لا والو والله تعاودوا تهما بن سليمان ومشاو لمدينه وحده اخرى والحمد لله بخير وعلى خير سبحان الله الله يطلع عمر هذا دوك الناس قالت لي قالت لي سكنوا في المحمديه قريبين البدر دخل عليك بالله يلا كنا تما كنا تلاقينا عزيزه هي ديك السيده درويش الله يعمرها يا درويشه الله يلعاده ايوا الحمد لله ملي خلتي عليها درويشه قالت لك درويشه هو كتعجبها ظريفه ياك ايوا شتي مالها الخير الحمد لله الخير ان شاء الله جلسنا معاهم واحد القديسه
بحال تقول كانوا تيقلبوا علينا باش يتلاقاونا ويشوفونا. الله سبحانه وتعالى هاجرنا للسطة، قال لي الله سبحانه وتعالى قدرنا باش نتلاقاو معاكم ونجلسوا معاكم ونهضروا معاكم. سبحان الله العظيم. إيه ماشي بغاشي ابو خير، قلت لك الخير تبارك الله. تيموتوا علينا زعما من لي فان ديالنا عارفين كنا من لي فان ديالنا في دار زعما اللي اي حاجه حطيناها تيشوفوها وتتعجبهم. قال لك الفيديوهات ديالكم تنشوفوهم مع العائله ديالنا، يا كبير يا صغير، كلام محترم ما فيه حتى شي حاجه. قلنا له هذا هو المبدا ديالنا، البدأ ديالنا هو الفيديوهات ديالنا يكونوا هادي. يكونوا هادفين، كل فيديو يكون هادف لواحد المساله يقلب عليها المشاهد ويعرف شنو هي، وكلام محترم. ايوا الله يحفظهم ويجزيهم. امين. هادشي اللي كاين. ماما ناكل الله. بلاتي بلاتي ما تقول لك شي هذا. وبنتي اش غنقول لك؟ قول يا ربي تسخر. قول يا ربي تسخر. يا ربي تسخر. هاكا. وبنتي هاد المرأة اللي عجبتك وبنتي كتعجبك بغاتك تكون هي حماتك. عندها واحد الولد وليد. عاد تخرج. وبغاتك لولدها كتفرج فينا. داكشي وهادي وبغاتك الولد. اه وتعذب في عمر 30 عام. كانت كتقول لها والو منها الخلق. فائزة. تتصور قال لك الفيديوهات ديالك تيعاودهم ثلاثة وأربعة الخطرات، وتا يضحك يضحك ويقول لها، تيقول لها ماما إلا ربي بغا يسخر هادي تمنيتها. قلت لي نتزوج خد لي فائزة. وقال لك مدة هادي هما زعما بغاو يجيو عندنا وداكشي وتيترددوا كذا كذا، ها الكونفينمون ها كذا هذا، بغاو زعما يتجمعوا معاهم. صعب تطلق بين لقاء مقدر الحال هذا، هذا الحال هذا. هي ماشي وزيدوا لنا هادشي كله. البنت تصلح لها غير دويرتها. دويرتها ووليداتها. بلا ما تبقاي تهضري لي بحال هكا نفس الهضره اللي كتقول. مش عارفه يعني انا هي ما مستعداش الزواج دابا وتندير مستقبلي ان شاء الله. نفس الغلط ما نعاودوش. انا عرفتي واحد راه غادي شوف. لا شوف، هو ولد عائله وباه ويما تنعرفوهم. السيد الحمد لله خدا الدبلوم ديالو، خدا الدكتوراه ديالو، غادي يبدا على كل حال. غادي يبدا باش ما بدا غادي يبدا بواحد الصلاه لا باس به اللي يقدر يعاونكم. بابا انا ما كنهضرش على الماده. لا والله انا لا دويت مع هذا السيد. نقول له راه بنتي راها تخدم خدمه ديالها وعندها واحد القناة في اليوتيوب. قال لي هادشي تنعرفو حنايا. لا قال لك ما يحيد لك حتى حاجة، داكشي شغل. زعما تعاون على الزمان بغيتي ديرو. دابا قلتي ما مستعداش انا دابا. لا ما نقدرش نقول له ما مستعداش. ماشي مشكل، بقى تعرف انا واحد العام ولا هذا. شنو الكلمة؟ صافي. حنا دابا شفنا قالوا لبنيتها. شوف انا ما قالوا 16 مازال. قال له انا اللي كنحكم. الله الرحمن الرحيم غادي يكون هاد الزواج ديالك نربي. شوف عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والعكس كذلك. ما جاب شيء الله، ما كتب شيء الله في هذاك الزواج الاول. هذا الزواج هذا حنايا بغيناه لك بنتي. انا الغلط لا انا ولا يماك. لا شوف الحاجه لا اسمع. عائله تبارك الله. الحاجه اللي تيبغيو الوالدين واعطاهم قلبهم لها سير معاها فيهم تنجح ان شاء الله. احنا انا نفس الغلط ما غاديش نعاود. لا ما كاينش الغلط، ما كاينش الغلط. ماما اسمعوني. ما كاينش الغلط دابا، ما كاين حتى غلط. هو لا الزواج الحمد لله والعائله حنا تنقلبوا على الاصل. هو ولد الاصل ماشي المهم. بابا الزواج التقليدي ما عندي ما ندير به دابا. انا ما بغيتش هذا الزواج. انا ماشي مشكل فيه خير. غادي نجلس نهضر انا وياه واحد العام تفاهموا وياه. لا عام بزاف. لا ما غاديش انا خديت قرار بابا. لا 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 عام بزاف. انا شوف حنايا انا باقا عندي 25 عام كان. ولا ولا هو عندي 30 عام. هو عندي 30 عام. ماشي مشكل. لا ماشي مشكل. قال لك الا بغات تفاهم معاه نجيو نهضروا فيها
وتبقى تبقى وعلى انا قلت لها انا وعلى انا قلت لها ما تهضرش معاه. انا عاد مع اليوم ياك عاد مع اليوم قلنا لهم ان شاء الله مرحبا بكم قلنا لهم مو رمضان ان شاء الله مرحبا بكم عندنا فهمتي اييه مو رمضان ان شاء الله مرحبا بكم ولا تفهموا داك الشيء غنديروا لهم كاغيط وان شاء الله يتفهموا ولكن هي دابا عصبتني تتقول لي عام انا عام انا ما عنديش لا ما عندناش انا ما عنديش انا غير وانتم مع الله بخير دابا ما غنجربوشي غير العام لا لا ولكن اذا طلعتي اذا زعدنا وتفاهموا الحمد لله في صافي الله يكمل عليهم بالخير حتى كاين اللي تيتفاهموا في اسبوع لا ما عنديش انا اسبوع الله انا والله العظيم اسبوع لله. شهر ما بقيتش ويلي ويلي اجي انا وياك ما تفاهمناش في ثلاث ايام حنا السيمانه الاخرى درنا الويزا صافي شفتك شفتيني عجبك عجبتيني قلنا الله يجعل بركه هذا الزواج ما بقيتش بغيت نشوفه ويلي مالك كيجاك زواجنا الحمد لله الله يسهل عليكم زواجكم لا كيجاك زواجنا زوال بابا ولكن انا بالضبط دابا حاليا زواج لقيت فيها البيتانيه لقيت فيها الحداقه لقيت فيها اللي تطوي دارها لقيت فيها اللي تطوي وليداتها لقيت فيها الحنان لقيت فيها كل شيء دابا راه هي امي هي اختي هي صاحبتي هي مراتي هي كل شيء انا بابا خلوني نهضر لا سمح لي عاود تولي داكشي متبادل عاود هو في البارك وانا فيه كل شيء دابا المهم شوف مبدئيا بعدها هو دابا رمضان غادي يجيو وان شاء الله الرحمن الرحيم يجلسوا باتك ام ديالو واش انا نتزوج بمو لا دابا ام وحده اللي كاين وليد واحد اللي عندهم لا الله يهديك ماما مات فرق كبير بين الام والولد الام ممكن تكون الله عمرها دار والولد مكفس لا هذا الحمد لله انا نتزوج بالولد خاصني نعرف الولد غادي تشوف مو رمضان غادي تزيد يعني عندنا العام وهذا الشيء اللي كتقول لا ما غاديش نطول انا علاش العام هذا لانه ظهر لي مستقبلي داك الشيء كان ديري داك الشيء راه ثق بيا والله يا بنيتي راه ما ان شاء الله الفكره ديال الزوج ما بقاش في بالي لا حيد داك الشيء من بالك دابا حنايا حنا اللي كندويو دابا ما تبعش انا الراي ديالك عاوتاني لا الراي ديالنا اللي غادي يتبع الزواج والموت هم لا يفوت نطلبوا الله سبحانه وتعالى مو رمضان غادي يجيو وغادي يتلاقاو ويتشافوا ويجلسوا ونخليو لهم الوقت الكافي يا اسبوع يا شهر يا شهرين يا ثلاث شهور فوق ما قاتلنا بابا راه ولد الناس صافي هذه هي هذيك لا مزيان هاكي زيتك مزيان هذاك لا مزيان انا دابا بالنسبه للزواج دابا يا بنيتي انا تنقول هذاك سعيد اذا واحد ولد الناس وغزال انا عارف راسي بانه انا ما كنحكم على حتى حد لا ان شاء الله انا ما كنحكم على حد المراه دوات معايا قالت لك الولد مزروع مزروب يمشي قلب على الزوبة كلها ما لقاش لك عطيني معاه ثلاث شهور ربع شهور خمس شهور ماشي مشكل لا والو لان اول وقت شوف وانا هو الزلمه بدويرته بكل شيء الحمد لله عنده كل شيء ماما شاء الله دابا المرات تدخل الدار دابا انا تنعرف الفكر ديال فائزه الفكر ديال فائزه ماشي تيهمهاش دويرته ولا تيهمها هي يدخل لها اولا القلبه وتحس بانه ماشي واحد الانسان اللي تعلب ولا ديب ولا هذا باغي فعلا بنت الناس وباغي الزواج وباغي النيه وباغي هادشي اللي باغي هاد السيد دابا سيدي تتشوف هادي يسحبك هادي من داك الدق ديال دابا ديال داك اللي خصها هي تزوج وخصها تبعد على والديها الدار يظهرهم والله يحفظها واذا ما قداش هاد الكتف هاد الكتف واللي بغات نعطيه لها واللي بغا نشريه ولا وهذاك النيت تكون هاد الهضره زعما والمراه كانت كدوي معايا ودابا حتى حنايا لا انا ما كيحكمني حد انا بنتي وماشي شغلك لا اسمح لي لا بنتي قال لك سيد واجد وبغى مراته وانا والله ما كنت هاد ولد الناس هاد ولد الناس بغاها ماما بلاتي خليوني نهضر عفاكم علاش كتبقى تقول ولد واجد حيت هو هكا كيهضروا معايا واجدين وبغاو دارهم وما عندي ما ندير بهم دابا علاش لانه واقفه في المسائل ديالي اللي باغا نوصلهم وما عنديش مشكل عطيني دوي معاه ونصحو لي واجي لا نقول ليه شي هاد الزربه غتخرج عليك كيف خرجت عليا ولد الناس عطيني دوي معاه نبدل ليه الفكره نقولو انا معاك انا حنا نهضروا على كنتي ولد الناس وتسال وانا لان داك الشيء ديال الزربه وهاد الشيء وانا عاوتاني معاهم ما تسمع لك بلاتي ولا شوف ما تقول هاد بلاتي انا معاهم شوف
كيفاش جابني؟ علاش جابني؟ اقول انسيني انا البنت انا تحكمني انا كيفاش؟ حنا اللي كنحكموا. شوف شوف ولد الناس ماشي ولد ديال اللي غادي يتفلى ولا يضحك ولا بالمعقول هذا. وحنايا ما كاين اللي كيغوت علينا ولا يقول لك لا ولا ما كاينش اللي يزيد تقول لي لا. انا قلت لها بسم الله تقول بسم الله. انا مستعداش نجبد. بلاتي 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 شوف انا ما متفقش معاك انا نتحمى انا وفائزه عادي. علاش؟ زواج ليله. تدبير عام ولكن هي. ولما هي ما قاتلكش قاتلك حتى هي واحد 3 شهور 4 شهور 5 شهور لان حتى حنايا هي باش حتى حنا نوجدوا. شاد زوجها الزربه ما بقيتش بغيتو اصلا. هذا ما زربه ما والو. لا لا زربه. هذا ما زربه ما والو السيد دوا معايا بواحد الاداب وواحد الصواب حمقني انا. انا ندوي معاه بالاداب والصواب الله يرضي عليك. واحد الام ديالو طيبوبه. طيبوبه هي اول كلمه قالت لها ماما غزاله امو. سول مشرف. هذيك الام غزاله. انا ما خصناش اللي تيتمسكن حتى يتمكن. لا. انا بحالها. حتى نجربوا ونطلعوا. شتي دابا هضرتي معايا بالطريقه ديال الزربي وانا حاطط بحال 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 جبدوش ما باش نقول لك انا ما بقيتش باغا انا جبدوش انا كنجبد ولد الناس هضر بالمعقول وجاي الناس هضر بالمعقول نعطيه فرصه ولا انا الدبلومات ديالو تبارك الله وصل عندي عاد تخرج لا زال عاد تخرج الله يسهل عليه بحال ديك الشيء ديال ولد خالتك مهندس الدولة الله يسهل تبارك الله وغزال وباقي هكذا علاش؟ لا زين لا زين لا زين اللي فعال ما كتجيش على زين كدويش على الشفاء كدوي على كدوي على زين الفعال عندها الحق تبارك الله لا ما كاينش لا لا وما حتى حنا على الزربه هذيك لا 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 انا ما شاد ضمي هي اللي خرجت عليا انا والله لا لا ما كاينش انا ما ضمي رضي عليا الا صوبت شي حاجه وجبت لك شي حاجه ولا ديتك شي بلاصه ولا جبتك شي بلاصه ولكن باش ترضي عليا انا على الزواج اللي انا اللي غنعيش فيه لا اسمح لنا هادشي ما زوين لا اسمح لنا لا لا اسمح لنا الله يخليك خلينا في الخطأ ديالنا وخلينا اصلا ما عرفتش ما عرفتش انا شغل شغل وانت هي هي انا غادي تقول لي والله هاد ولد الناس الا الله يعمر له بالنسبه لي انا يعني انا ما قلتلكش السيد عجبك عجبك مو عجبك هذا عليا وعلى امو بالاحترام ولا با ولا كذا ولكن السيد اللي نعيش معاه انا قلتلك نهضروا انا وياه من حقك ماشي يقول لي انا باغي مرا نتزوج بهاد الناس اللي كيقولوا باغي مرا نتزوج بها ما بقاتش عندي انا هاد الفكره نتعرف انا وياه نهضروا انا وياه تباتا شفت تباتا تبارك الله شتي تباتا شتي الزربه الزربه لا اللي قلنا لك لا 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 اللي قلت انا هو اللي كاين يكون الله يا ولا عندك شي بنت اخرى سيري جوج يعني انا عندي فائزه هي بنت فائزه ما استعداش دابا الا بغيتي نهضر معاه نهضر معاه غادي والله الله ييسر لي انا والو مو قالت لي انا جاوبيني اليوم بالليل اليوم حنا مالنا غادي ناخذ امو الله يرحم والديك شو بنتي مالها انت يا اللي تقلقيها ماشي شو تقلقها هادشي ديال الزربه انا ماما ما تشوفك كنعاود لك انا كنعاود لك هادشي واخا تتعاودي انا هادي شوف مبدئيا شوف هذا لا زعما الصراحه بغيتو شوف هذا لا اجي النهار اللي قلت لكم بغيت حمزه انتوما ما بغيتوش انا بغيتو وتا هاد السيد انا بغيتو وهذيك شوف الزوج انا بغيتو الزواج راه رمانة مغمضة راه تتحلها تتلقاها تبارك الله حلوة وغزالة أنا أولا هذاك من الزهر ديال سارة الله يجعل لكم الزهر فائزة رمانته الحمد لله حلوة وطيبة أصل طيب والناس والعائلة بإذن الله هاد الولد الناس راه حتى هو في حالة حنا ما قلناكش لا غيتهلا في بنتي وكلشي غادي انا لا ملي كنطالع انا وياك باش نقولوا لها الخبر قلنا الى هي المبدا مبدئيا انها اذا وافقت انها تزوج ديجا بعدا هذاك 50% الحمد لله ديال النجاح ديال هذه المهمه ديالنا دابا هي قالت لك ماشي ماشي لا لا باش حنا اللي قال لك القليب واش هادشي فيه القليب الله يقلبك حتى نتينا من الصباح حنا تنخرجوا الحلقوبه ديالنا باش نديروا لكم قليب المهم بغيتي تزوجي
وباش نتزوج دابا. يا جي واش بغيتي تزوجي ولا لا؟ خاطر والله العظيم هي عضيبه عليك، عضيبه عليك. فاطمه لا جميله، نوضو نقدمها على المعيس. الله لا والله العظيم الا جينا لك الشحيمه عرفنا بان بنيتي انا عرفتها هي هي قالت لك طايبه طايبه. لا حاجه وحده كتقول لي دائما أه. انا ما بغيتش نزهر، انا الا بغى يجي يعرف والديا مرحبا، ولكن باش انا نتزوج في مره لا لا هي يجي يتعرف والديا ان شاء الله ويهضر فيا وديك الساعه نبقاو نتفاهموا ديك المهمات كلها حتى نتفاهموا غنقولوا بسم الله. فاذا الحمد لله ارتاحت في العقل ديالها وفي الدماغ ديالها وكل شيء، وهي الحمد لله دي استنتج انا هادشي كله بغيت نستنتج انا وياك. واش فائزه لجهه شو واش تقبلوا اولا وتكون مستعده عاوتاني عاوتاني لواحد واحد تقول بسم الله لا 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 ان شاء الله احمد يا حماء. شوكيت انا لانه اصلا جلست انا وماما وانا ماما كنعاود لها كل شيء وما عرفتش بابا يعني قلت لها المده انا يا دابا واحد العام ولا هذا ما فكرش في الزواج لانه انا وسفيان يعني بغينا نوصلوا لواحد الحاجه ديالنا ونوصلوا وميم طون وميم طون. انا من داكشي اللي قلت لماما يعني الا كان شي ولد الناس وداكشي راه ما غاديش يحكر عليا بشي حاجه ديال الزربه ولا داكشي نقول لبابا ما يحكرش عليا داكشي ديال الزربه يقول لي هكذا عندي هذا يكون عندك اللي عندك داكشي الله يزيدك واللي ما عندكش الله يعطيك. يعني انا مزيان تفاهم خديت درس في حياتي تفاهم مزيان ما بين جوج يعني ما بقاتش انا نتزوج باش الناس يفرحوا ليا ولا نفرح راسي انا الا كنت شوف مرتاح. عندك واحد المخطط واحد البروجي ديالك انتينا وسفيان الله يكمل عليكم بالخير وانا وماماك حنا واقفين معاكم ما كاين حتى شي مشكل. هي انا علاش درت هادشي انا والحاجه معاك هي مبدئيا نرتاحوا حتى حنايا حتى لي فان ديالنا الله يحفظهم يرتاحوا بان فائزه راها مستعده لواحد التجربه عاوتاني جديده، ولكن هاد الاخطاء اللي وقعت فيهم غادي تحاول تصلحهم مع التجربه الثانيه. وحنا معاك يا بنتي خذ وقتك لقيتي ولد الناس مرحبا كميتي محلوله حنا غير مرحبا بك غادي تاخذ الوقت ما نبزعوا عليك شي حاجه تاخذ الوقت الكافي معاه يبدا يجي يشوف هنا الحمد لله التواصل كاين هاد التليفونات دوي وتكلموا ما كاين حتى شي مشكل وانت بين له شنو هما لي بروجي ديالك كيفاش شفتيه اصلا ما عرفت دابا واش يكون كيتصور ولا لا لانه دايرها تحت الكاميرا ومغطيه الكاميرا الفوق ايلي اصلا نشوف ايلي جا لي بنتي ليلي عدلنا ما عرفتش شوف نضحك عليكم وكتوش ويلا كيفاش بانت لك كيفاش بان لك التليفون مخشي تحت التلفازه مضرب شوف الحباب ديالنا ها انتم كيما تشوفوا انا دابا انا الحمد لله التليفون كان تيسجل بخير وعلى خير والحمد لله الله يحفظ فائزه دارها دارهم والحمد لله جالسه بحال الاميره اللي بغات اللي خصها الحمد لله انا في جنبها ماماها في جنبها حتى يجيب لها الله ان شاء الله ولد الناس اللي يستاهلها وان شاء الله اللي يسعدها كيما تنطلب الله يسعد جميع البنيتات اللي مازال ما مزوجين ولا اللي دوزوا شي تجربه ما يأسوش من الحياه وان شاء الله احنا رايحين الحياه كيفاح ياك بنتي ايه الحياه ما كتوقفش على راجل كتوقف على خدمه كتوقف على مستقبل كتوقف على بزاف الامور يعني كمل الحياه ديالك بزاف البنات مطلقات وهذا كيأسوا لا الحياه فيها خدمه فيها بزاف ديال المسائل اللي ممكن تفتح بها حياتك ملي كيجي رزق راه كيجي بوحدو من عند الله غير عاوتاني الغلط الاول ما كيتعاودش اللي هو الغلط الاول كان زربه وداكشي ما دايمش ولكن تبدلت الفكره الحمد لله ولقيت الوالدين ديالي في جنبي الحمد لله الله يحفظكم ويجزيكم انا ما عرفتش كيفاش كتفاش هكا المهم قبلوا عليا في لا 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 الحمد لله بخير وعلى خير قال لك السيف في المسكن ماشي في الساكن وهاد السيده نيت اللي دواو عليها والله العظيم الا من هاد المنبر كنبغي نشكرها وعزيزه عليا بزاف الله يرحمها كنا صغار دوزنا معاها حياه زوينه تلاقينا مع الناس فعلا ماشي كذوب جلسنا معهم ضحكنا معهم بالحق ما فتناش السلام وترحشناكم وش اخباركم
ما كاين حتى شي حاجه وحده حتى حاجه وما عندهاش مسكينه في عاوت الوقت دابت عاد بنيتها ما عندهاش كاع انا والله العظيم ما تسلموا عليها من القلب هي والسي عبد الرحمن وتنبغيكم وتبارك الله عليكم والله يحفظكم والله يسهل عليكم انستغرام ان شاء الله احمد راحل وعواشر باكه مسعوده تدخل بصحيحه وسلامه ان شاء الله احمد راحل من هاد الفيديو الفوق من خير الله يسهل امره ومن هاد الفيديو الفوق هلاله جميله غادي كما تيقولوا على ضياعها تشمل على ضياعها وتصوب لكم شي واحد ان شاء الله بساط وساهلين سيدنا رمضان والله يحفظكم. I'm